السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طلاب صف رابع؟ أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. اليوم سنبدأ الحصة الأولى لدرسنا اليوم. هيا أولا سأوضح خطوات عرض الدرس. أولا خطوات عرض الدرس: 1- عرض التهيئة وتوضيحها إلى الطلاب. 2- عرض الأهداف وتوضيحها إلى الطلاب. 3- الاستماع إلى أبيات النص الشعري ثم قراءة الطلاب للنص وتحديد المفردات الصعبة. 4- تحليل النص من حيث علاقات الترادف والتضاد والأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية والتعبيرات الحقيقية والمجازية. 5- عرض مجموعة من الأسئلة لقياس مدى فهم الطلاب للنص. 6- تكليف مهمة إلى الطالب من خلال اختيار أحد الأنشطة والإجابة عليها بالدفتر. 7- التقييم الختامي من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة باستخدام التكنولوجيا، واليوم سوف نستخدم برنامج كاهوت. أولاً هيا نستعد للمشاركة. ما أنواع الفنون الأدبية؟ هيا فكر فكر. نعم أحسنتم، قصة، شعر، نص معلوماتي، رسالة. السؤال التالي: ما خصائص النص الشعري؟ هيا فكر. نعم أحسنتم، النص الشعري هو عبارة عن أبيات مقسمة إلى شطرين تنتهي بحرف يسمى القافية ويصدر عنه إيقاع موسيقي عند سماعه. أحسنتم طلاب صف رابع. الآن هيا نتعرف على شعر درسنا اليوم. هيا اقرأ المعلومات عن الشعر بنفسك. بطاقة تعريفية عن الشعر، هيا اقرأ بنفسك. نشيد: تعلم يا صغيري، الشاعر جابر بسيوني. هيا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يحلل المتعلم النص من حيث الأساليب والتعبيرات. هيا نتعرف ما أنواع الأساليب. لدينا نوعان من الأساليب: الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية. الأساليب الإنشائية مثل أسلوب الأمر، نهي، نداء، نفي، تعجب، استفهام. وبالنسبة للأساليب الخبرية، ما معنى أسلوب خبري؟ هيا تذكر. نعم أحسنتم، هو جملة أو عبارة تحتمل الصدق أو الكذب. والتعبيرات، ما أنواع التعبيرات؟ هيا فكر. نعم أحسنتم، تعبيرات حقيقية وتعبيرات مجازية. أحسنتم. الهدف الثاني أن ينثر المتعلم الأبيات نثرا أدبيا، ما معنى هذا الهدف؟ نعم أحسنتم، بنهاية الحصة يستطيع الطالب شرح الأبيات بأسلوبه. الآن هيا نستمع أولا إلى قراءة الأبيات ثم استعد للقراءة بعد ذلك. من كتاب العلم فانهل يا صغيري وتعلم، خير رد حين تسأل، خير خل يتكلم. كم من البلدان هانت حين ضاع العلم منها، سرقته واستهانت، فنأى الإشراق عنها. الآن هيا اقرأ الأبيات بنفسك. أحسنت، هيا نستعد إلى المشاركة الآن. ما نوع النص؟ هيا فكر. نعم أحسنت، نوع النص شعر.
كيف عرفت ذلك؟ هيا فكر. نعم، لأنه عبارة عن أبيات مقسمة إلى شطرين تنتهي بحرف يسمى القافية ويصدر عنه إيقاع موسيقي عند سماعه. أحسنتم طلاب صف رابع. من المخاطب هنا في الأبيات؟ هيا فكر. السؤال بصيغة أخرى، مع من يتحدث الشاعر هنا في هذه الأبيات؟ نعم أحسنتم، جيل المستقبل أو الأطفال. هيا الآن نتعرف على معاني الكلمات الصعبة. من كتاب العلم فنهل، ما معنى فنهل؟ نعم أحسنت، تعلم. يا صغيري وتعلم، ما العلاقة بين كلمة فنهل وتعلم؟ ما العلاقة بين الكلمتين؟ نعم أحسنتم، علاقة ترادف. خير رد حين تسأل، ما معنى رد هنا؟ نعم إجابة، حين تسأل. خير خل يتكلم، ما معنى كلمة خل؟ خل هنا بمعنى، هي فكر. نعم أحسن، صاحب. كم من البلدان هانت حين ضاع العلم منها؟ هانت، كم من البلدان هانت، ما معنى هانت؟ فكر. نعم أحسنت، بمعنى تأخرت. تركته واستهانت، فنأى الإشراق عنها، ما معنى استهانت؟ نعم ذلت وتأخرت. فنأى الإشراق عنها، ما معنى فنأى؟ نعم فبعد. أحسنتم، الإشراق، ما معنى الإشراق هنا؟ نعم بعد الاستماع إلى النص، هيا معي نتناقش في هذه الأسئلة. بعد الآن، الآن إذا سألتك ما نوع هذا النص؟ إلى مناقشة الأبيات. فكر. نعم أحسنتم، شعر. كيف عرفت أنه شعر؟ نعم أحسنتم، لأنه عبارة عن أبيات مقسمة إلى شطرين تنتهي بحرف يسمى القافية ويصدر عنه إيقاع موسيقي عند سماعه. أحسنتم طلاب صف رابع. من المخاطب هنا في هذه الأبيات؟ فكر في هذا السؤال جيدا. من المخاطب؟ بصيغة أخرى، مع من يتحدث الشاعر هنا في الأبيات؟ أحسنتم صف رابع. نعم، مع من؟ مع جيل المستقبل أو مع الأطفال. نعم، هيا الآن نحدد الكلمات الصعبة ثم نتعرف عليها. من كتاب العلم فنهل، يا صغيري وتعلم، ما معنى فنهل؟ فكر. أحسنتم، بمعنى تعلم. ما العلاقة بين كلمة تعلم فنهل؟ أحسنتم، علاقة ترادف. هيا ننتقل إلى البيت الثاني. خير رد حين تسأل، خير خل يتكلم. خير رد، ما معنى رد؟ إجابة، يعني خير إجابة حين تسأل، حين تبدأ بالسؤال. نعم، خير خل يتكلم. ما معنى خل هنا؟ صاحب. نعم أحسنتم. كم من البلدان هانت حين ضاع العلم منها؟ ما معنى هانت؟ فكر. أحسنتم، نعم هانت هنا بمعنى تأخرت. كم من البلدان تأخرت؟ نعم، حين ضاع العلم منها، يعني حينما أهملت العلم، يعني بمعنى حينما لم تهتم بالعلم وأضاعته. نعم، تركته واستهانت، ما معنى استهانت؟ يعني لم تهتم بالعلم. نعم، ذلت وتأخرت. فنأى الإشراق عنها، ما معنى نأى؟ نعم أحسنت، بمعنى بعد، بعد الإشراق عنها. الإشراق، ما هو الإشراق؟ أحسنتم، نعم الإشراق هو التقدم. ما ضد الإشراق هنا؟ أحسنتم، التأخر. إذا سألتك الآن كيف يتقدم
أي وطن؟ ما أساس تقدم أي وطن؟ فكر. أحسنتم، نعم بالعلم والعمل. هيا ننتقل إلى مناقشة الأبيات من حيث الأساليب والتعبيرات. ركز جيدا، تابع معي. هيا نستعد الآن إلى مناقشة مجموعة من الأسئلة حول هذه الأبيات. من كتاب العلم فانهل يا صغيري وتعلم. إلى ما يدعونا الشعر في هذا البيت؟ نعم أحسنتم، يدعونا الشعر هنا إلى السعي إلى طلب العلم لأنه هو أساس التقدم. نعم، يا صغيري وتعلم. استخرج هنا من البيت الأول أسلوب إنشائي وحدد نوعه. هيا فكر. نعم أحسنت، يا صغيري أسلوب إنشائي نوعه نداء. خير رد حين تسأل، خير خل يتكلم. ما العلاقة بين رد وتسأل؟ ما العلاقة بين الكلمتين؟ هيا فكر. نعم علاقة تضاد. لماذا؟ لأن رد هنا بمعنى إجابة، حين تسأل هنا مقصود به السؤال. ما العلاقة بين السؤال والإجابة؟ نعم أحسنتم، علاقة تضاد. خير خل يتكلم. إلى ما يدعونا الشاعر في البيت الثاني؟ نعم أحسنتم، يدعونا الشاعر هنا إلى أن نطرح مجموعة من الأسئلة، أن نسأل عن كل شيء لنفهمه حتى نوسع معارفنا ومعلوماتنا. ولكن كيف ذلك؟ من الأشخاص الذين يجب أن أسألهم؟ هل الأصحاب فقط؟ خير خل، هل المقصود الصاحب فقط حتى إذا كان سيئا؟ ولا يجب أن أسأل؟ إذا كان الصاحب جيد يمكنني أن أستمع إليه، وأيضا يمكنني أن أسأل أهل العلم. نعم، الذين أثق بمعلوماتهم ولديهم معلومات ومعارف جيدة موثوق بها، هؤلاء الأشخاص الذين يجب علي أن أسألهم حتى أنمي معلوماتي ومعارفي، لأن من خلال طرح الأسئلة والاستماع إلى الإجابات يمكنني أن أنمي معلوماتي ومعارفي. نعم أحسنتم، هيا ننتقل إلى البيت التالي. كم من البلدان هانت حين ضاع العلم منها. ما مصير الدول التي لا تهتم بالعلم؟ هيا فكر. نعم أحسنت، إن الدول التي لا تهتم بالعلم فإنها ستكون من الدول المتأخرة. هانت المقصود بها التأخر، نعم ستصبح من الدول المتأخرة. حين ضاع العلم منها، نعم حينما لم تهتم بالعلم. ما أساس تقدم الدول؟ هيا فكر، إذا نظرت حولك ما أساس تقدم الدول؟ نعم أحسنت، سنجد أن أساس تقدم الدول هو الاهتمام بالعلم والعمل، فإن كل دولة تهتم بالعلم والعمل فإنها تكون من الدول المتقدمة. نعم أحسن، تركته واستهانت فنأ الإشراق عنها. عن من يتحدث الشاعر هنا في البيت الأخير؟ البلدان المتقدمة أم البلدان المتأخرة؟ هي فكرة. نعم أحسنت، البلدان المتأخرة. نعم، على ما يدل استخدام الشاعر كلمة استهانت في وصف البلدان المتأخرة؟ هيا فكر. نعم، فإن هذه الكلمة تدل على مدى التأخر والذل الذي أصبحت فيه البلدان المتأخرة. نعم أحسنت، فنأى الإشراق عنها. نعم، هنا بمعنى أنه أصبحت هناك مسافة كبيرة بينها وبين التقدم. ما معنى هذا البيت؟ أن البلدان المتأخرة التي لم تهتم بالعلم فإنها أصبحت من البلدان التي تعاني من التأخر والذل، وأصبح لديها مسافة كبيرة بينها وبين تحقيق التقدم. نعم أحسنتم، هيا استخرج من هذه الأبيات أسلوب خبري. هيا فكر. نعم،
أحسن، خير خل يتكلم. نعم، أسلوب خبري، جملة تحتمل الصدق أو الكذب. نعم. طب هي استخرج تعبير حقيقي من هذه الأبيات، فكر. نعم أحسنت، من كتاب العلم فن. هل أحسنتم؟ هيا الآن اقرأ المفردات بنفسك. أحسنتم طلاب صف رابع. الآن إذا سألتك الآن، هل دولة الإمارات تهتم بالعلم؟ نعم أحسنت، وضح مظاهر اهتمام دولة الإمارات بالتعليم. هيا فكر. نعم أحسنت، إن دولة الإمارات من الدول المتقدمة في التعليم، والدليل على ذلك أنها تهتم بإنشاء مدارس على أعلى مستوى، تهتم بتفعيل التكنولوجيا في التعليم. نعم، تهتم أيضا بإجراء مسابقات لتحدي القراءة حتى يقبل الطلاب على المنافسة من أجل الحصول على لقب تحدي القراءة العربي. أيضا هي من الدول التي تهتم بإجراء التعلم عن بعد. نعم أحسنتم، كل هذا من مظاهر اهتمام دولة الإمارات بالتعليم، لأنها تؤمن بأن العلم هو أساس التقدم. نعم أحسنتم. الآن هيا فكر، هل تذكر حديث شريف تعلمته يدل على أهمية طلب العلم؟ هيا فكر. إذا كنت لا تعرف، هيا نتعلم هذا الحديث سويا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا اقرأ الحديث مرة ثانية بنفسك. الآن هيا قم بالاستماع إلى هذا الفيديو. الآن حان وقت النشاط الكتابي بالدفتر، يجب عليك إحضار دفترك الآن. لديك مجموعة من الأسئلة حول الأبيات، هيا سجل الأسئلة والإجابات بدفترك الآن. يمكنك الاختيار بين نشاطين، هذا النشاط هو النشاط الأول، ولديك أيضا النشاط الثاني، هيا ننتقل إليه للتعرف عليه. الهدف الثاني أن أشرح الأبيات بأسلوبي مستعينا بالكلمات التالية. ما هي الكلمات التي تساعدني؟ لديك كلمة يدعون الشاعر، جيل المستقبل، التعليم، التقدم، بناء الوطن، التأخر. هذه الكلمات يمكن أن أستعين بها في شرح الأبيات بأسلوبي. نعم، وعليك تسجيل هذه الأنشطة داخل دفترك. الآن حان وقت نشاط التقييم الختامي. بعد الانتهاء من تسجيل الإجابات بدفترك الآن من خلال استخدام برنامج كاهوت، يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة من خلال برنامج كاهوت. هيا ابدأ الآن. وأيضا يوجد استراتيجية أخرى، هي استراتيجية العجلة الدوارة، يمكن استخدامها في التقييم الختامي والإجابة على الأسئلة من خلالها. السؤال التالي،
السؤال الثالث، هيا اقرأ واجب. الآن بعد الانتهاء من الإجابة على أسئلة التقييم الختامي، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة المهمة أو القصة التي قام المعلم بتحديدها إليك، وأيضا الإجابة عن الأنشطة المخصصة لها. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح. شكرا لكم على استماعكم. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.